واحة تينونة أو سر الطائر فوق الكتف، رواية للمؤرخ والروائي أحمد التوفيق، يعتبرها التوفيق من روايات التأهيل الروحي، فهي تبرز خليطاً من مشاعر وأحاسيس الإنسان المتمثلة في السعادة والحزن والأنانية. المسألة الأساسية التي تدور عليها الرواية وهي التأهيل الروحي عن طريق المعنى الكبير الكامن في كلام الله تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يدعو الكاتب من خلال روايته إلى اكتشاف مسار حياة الزوجين توفرت لهما كل المطالب، لكنهما كانا يبحثان عن شيء آخر لا يعرفان ما هو، فقررا الانطلاق في رحلتهما للبحث عن ما ينقصهما، إلا أنهما سيفقدان الكثير من الأشياء في طريق البحث. نحن نعيش في عالم متأزم فاقد للروحانية، وهذه الرواية الفاخرة الجميلة تقلب هذه الأعيان للرجوع لأصول العطاء والحكمة والجود. العمل جاء في وقت يحتاج فيه الإنسان العودة إلى أصله أو جانبه الروحي الفطري حتى يتخلص من تبعات هذه الحياة التي جذبته إلى البعد المادي وانعكست على أخلاقه وسلوكه وعلى مستقبل العالم.